اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل. اظن شفتوا تقرير عن البهارات وعرفتوا فوائدها ايه وعرفتوا مين بيحبها في الاكل ومين بيحب ايه في الاكل بالظبط. دلوقتي طبق الرئيسي اللي عندنا كريب بالمشروم والسبانخ. لو انتوا دخلتوا على الانترنت او جبتوا كتب عشان تشوفوا وصفه الكريب عامله ازاي، هي وصفه سهله وجميع الاحوال، بس هتلاقوا ان انتوا لازم تجيبوا بوله تحطوا الدقيق وعليه الزبده وبعدين نضرب لحد ما يدوبوا في بعض، وبعدين نزود البيض ونزود اللبن ونزود الميه، وقصه طويله. بس احنا ممكن نختصر كل الكلام ده ان احنا عندنا خلاط او فود بروسيسور نعمل فيه كل حاجه. فاحنا كل اللي محتاجينه، محتاجين كوبايه دقيق ومحتاجين نص كوبايه لبن ومحتاجين نص كوبايه ميه ومحتاجين فانيليا اللي هي بتتباع في باكتس حوالي باكتتين عشان بس تكسر طعم البيض. ده يفكرنا بالبيض اللي هو في الثلاجه. اول لما ابتديت اطبخ كان عندي مشكله في موضوع البيض ده، ان البيض اغلبيه الناس تعمل كده تحط البيضه، بس الناس بقى في التلفزيون كانت مجننه، كانت بتعمل الحركه دي. انا بقى قعدت اتدرب عليها في البيت لحد ما بقيت اعرف اعملها. وهنحط شويه ملح صغيرين جدا، حوالي ربع معلقه ملح، ونضربهم في الخلاط. نبتدي الاول على سرعه واطيه، وبعدين نقفل، وبعدين محتاجين حوالي معلقتين زبده ونضرب تاني برضو على سرعه هاديه، وبعدين التاني نعلي السرعه واحده واحده. طبعا احنا كان زماننا دلوقتي لسه بنضرب الزبده والدقيق. لحد ما العجينه تبقى كلها متجانسه مع بعض ونحطها في الثلاجه. الكريب زي ما انتم شفتوا سهل جدا. دلوقتي هنبتدي نعمل السبانخ بالمشروم اللي انا هنحشي بيهم الكريب. محتاجين حته زبده صغيره عشان بس تدي طعم، وهنحط عليها شويه زيت عباد شمس او زيت زيتون علشان ما تتلسعش. ومحتاجين توم، هنقشر التوم ونقطعه رفيع جدا. وانا بقشر التوم احكي لكم قصه ظريفه جدا. امبارح كنت قاعد على القهوه مع صحابي، واحد صعب يعني مش عايز اقول اسمه عشان احرجه كده، لقيته قاعد مبوز وماسك الشيشه وهاري نفسه، يعني الحجر يمكن فحم في حوالي ايه 5 دقايق. عندنا واحد صاحبنا تاني بيفحم الحجر في 5 دقايق بس من غير ما يبقى زعلان يعني، ولكن ده كان شكله متضايق جدا. فقربت منه كده وقلت له مالك، ايه في ايه، ايه المشكله؟ فقال لي لا مفيش ابدا يا اخي، مراتي مضايقاني قوي. فقلت له يعني طب ما كل الناس مراتاتها مضايقاها يعني مش كل الناس قوي. انا عامه مراتي ما بتضايقنيش يعني الحمد لله، احسن بس يحصل مشكله ولا حاجه. فقال لي مراتي مضايقاني ومطلعه عيني. ايه يا عم مالك، صلي على النبي، انت شكلك متضايق قوي، يعني ضايقتك عملت ايه؟ قال لي اصلها كانت متربيه بره ومحسوكه قوي يعني. المهم خلاص خلصنا تقشير التوم، وزي ما انتم شايفين التوم المصري بيمتاز ان هو صعب تقشيره جدا. بعد ما قشرنا التوم هنقطعه حتت صغيره جدا، ممكن نفرمه، وهوريكم في حلقه ازاي ممكن نعمل توم ونخزنه في الفريزر.
عندنا في البيت كنت وانا صغير لحد دلوقتي يعني بيعملوا 100 كيلو توم في السنه، كل الاكل بتوم عشان مفيد، بس يوم التوم ده يوم لعين، لازم تسيب البيت وتطفش، البيت كله روحت توم. بعد ما قطعنا التوم ناخد منه شويه مش كله، نحطهم في الزيت. المهم قال لي مراتي متربيه بره وداخله مدارس بره مش واخده على العيشه في مصر وكده. قلت له طب ما عادي، ما يعني في ناس كتير اتربت بره وزي الفل، ما فيش اي مشكله يعني، فايه المشكله اللي عندك يعني، ايه المشكله انها متربيه بره؟ فقال لي ما فيش، ما بيعجبهاش العجب. قلت له ما بحبش انا بقى الناس اللي هي ايه تيجي مصر فاكره نفسهم اجانب وايه مش عاجبها حاجه. وعوجة لسانها بقى اكشولي اصل اي دونت كير بروبابلي. المهم بعد ما التوم يبقى بني شويه هنجيب السبانخ المجمده اللي هو النص التاني اللي عندنا ونحطها معاه. وبحب انا قوي الصوت ده، تحس ان انت بتطبخ بجد. ونقلبها كده بالراحه لحد ما تفك، سيبها تنزل ميتها وتظبط، نقعد نقلب فيها عشان تفك بسرعه. المهم صاحبي قال لي ايه، قلت له يعني ايه المشكله يعني عشان بتقول probably و actually وكده، ما عادي يعني ناس كتيره بتقوله وكمان ما كانوش عايشين بره. فقال لي اصل كل ما اشتري لها حاجه تطلع فيها 100 عفريت. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انا قلت لها اول ما اتجوزنا بصي حبيبتي انا هشيل عنك مشاوير الشوبينج بتاعت البيت، شوفي طلباتك اللي انت عايزاها تكتبها لي في ورقه او ابعتها لي في مسج وانا هجيبها لك عشان ما تتعبيش نفسك وتنزلي سوبر ماركت وكده. ماشي، عايزه ملح وفلفل وبرقوق ومانجا وشوكولاته ورز وخضار وكوسه وباميه، ماشي مفيش مشكله. طيب يا عم ايه المشكله؟ طب ما انت راجل زي الفل اهو. لا مفيش. هنقطع كمان شويه مشروم عشان نحطهم مع السبانخ. السكينة على فكرة حامية جدا فلازم نخلي بالنا. لو ممكن نجيب هنا اوريكم حاجة واحنا بنقطع، ان احنا واحنا بنقطع المشروم هنحطها كده في الاول فالمشروم هي بتلعب، فنخلي بالنا عشان ما تتعورش. فهنقطع بالراحة الاول كده، نقطع سلايسز، بعد ما نوصل لكده نقلبها، فكده بقت ايه يعني مسنوده على البورد ثابته اكتر شويه. المهم قلت له يا ابني طب ما ايه المشكله، طب ما خلاص ما انت راجل زي الفل اهو، ساعد مراتك وتنزل تجيب الحاجات. لا انت مش فاهم، انزل اجيب لها عنب. ايه ده، هو ده عنب؟ ده العنب عندنا كان كبير قوي يا ستي، هو في مصر ده موسم مفيش غير ده، اعمل ايه يعني؟ لا ماليش دعوه اتصرف. طب يا ستي معلش سيبي العنب على جنب، خدي رز اهو. ايه ده، ايه الرز ده؟ انا عايز رز بسمتي عشان بيتخن. اصل رزكو صغير قوي. فقولها يا ستي ربنا يسامحك خلاص احنا كده هنعمل ايه يعني. فكل حاجة اطلع له فيها لقطة الفطسة. هنحط شوية ملح وفلفل، ربنا يخليك. ايه ده؟ ايه الايس كريم ده؟ مفيش مستورد؟ المهم خلاص قربت تخلص فهنوطي شوية النار عليها. فالمهم صاحبي قلت له طب يا عم ما تقول هي تنزل تشتري الحاجات وتخلص انت، تريح نفسك ولا وجع دماغ ولا اي حاجه. فممكن نزود شويه زيت شويه لو حسينا ان هي ابتدت تنشف. فقال لي ما انا عملت كده، انا اديتها فلوس قلت لها انزلي انت يا حبيبتي بقى اعملي الشوبينج عشان ايه تعرفي الحاجات اللي موجوده وتجيبي اللي على مزاجك. عملت بقى زي لينا، رجعالي جايبالي فرخه بنص جنيه والسبب ب100 جنيه.
بقول لها ايه ده يا حبيبتي اللي جايباه الفاتوره دي ب 200 جنيه هو انت جبتي ايه؟ لا مفيش ابدا انا جبت ايس كريم اند شوكليت. يا نهار اسود ايس كريم ايس كريم وشوكولاته ب 200 جنيه. قلت له طب يا ما تنزلوا مع بعض. قال لي ما انا عملت كده ونزلنا مع بعض. هقول لكم بقى لما نزلوا مع بعض حصل ايه بعد الفصل. من الثلاجه عشان نبتدي نعمله. خلاص هو بقى له حوالي 10 دقايق في الثلاجه. هنلفه كمان لفه في الخلاط. برضه على سرعه بطيئه شويه. وبعدين نعلي واحده واحده. خلاص كده ضربناها في الخلاط والسبانخ قربت تخلص. هنحط عليها جبنه مبشوره. ممكن نحط جبنه رومي عشان تديها حدقان شويه. المهم قلت له طب ما تنزلوا مع بعض تجيبوا الحاجات. فقال لي ما انا عملت كده برضو. كانت فضيحه وسويت وزعيق في المكان. انا عايز الليمتد اديشن بتاعت المارس وليمتد اديشن التويكس. يا ستي هو في شوكولاته ب 50 جنيه؟ ايوه فيه. هي بره مش كده بس هنا غاليه. اعمل ايه يعني؟ انت جايبني هنا تبهدلني؟ نخرج من السوبر ماركت. ايه الحر ده؟ هو في بلد حر كده؟ انا طبعا قاعد بضحك من جوايا طبعا يعني مورينو ان انا متاثر وقاعد. ياه ماساه عايش ماساه. ما شافش اصله المقاسي التانيه بقى. المهم كده خلاص خلصنا الفيلنج بتاع السبانخ. هنبتدي نعمل كريب. محتاجين زيت برضو حبة صغيرين جدا. الطاسة دي على فكرة غالية جدا عايزين نحافظ عليها يعني. حتة زيت دي صغيرة ونطمن على الكريب. ممكن نلفه لفة كمان في الخلاط. المهم صاحبي عمال يحرق في نفسه وانا مش عارف اقول له ايه بصراحه. روحت البيت ما بقتش فاهم هم الستات عايزين ايه يعني. عايزين عنب كبير ولا صغير؟ عايزين رز طويل ولا قصير؟ العمليه ما بقتش مفهومه خالص يعني بصراحه. والناس كلها بتشتكي بس الصراحه في ستات زي الفل يعني عشان برضو ايه الحق يقال يعني. شغال يا باشا. المهم هنستنى على الزبده تسيح شويه. خلاص كده تمام خلصنا الكريب. وهنستنى على الزبده تسيح وخلاص الكريب عندنا جاهز. العجينه بتاعته ممكن نعلي شويه عشان ننجز. ونستنى بس الزيت والزبده يسخنوا شويه عشان ما ينفعش نحط كريب على الزيت والزبده ويقعد كتير ما يستويش. لازم نحطه يستوي على طول اول ما نحطه. وجاهزين بقى بالمعلقه اللي هنقلب بيها دي والكبشه اللي هنغرف بيها.
خلي بالكم بقى ان ايه السلاح ده حامي جدا، مش محتاج كبش ولا حاجه، ممكن نقلب شويه كده صغيرين، مش محتاجين كتير. نعلي النار شويه ونسيبها تستوي. نبقى يا جماعه لو حد عارف الستات عايزين ايه يبعت لنا ايميل او يكتب على صفحتنا على الفيسبوك، وهيظهر دلوقتي قدامكم الايميل وصفحتنا على الفيسبوك. خلاص كده الكراب تمام، هنغرفه في الطبق. هنعمل واحده تانية، ان شاء الله دي تبقى اسرع لان خلاص الطاسه سخنت يعني. معلش اول حلقه بقى ولسه اول استخدام للطاسه فلسه بتسخن يعني. طيب احنا ممكن عبال ما نستنى الكريب الحلو ده ممكن نعمل الكريب الحادق. هنحط سبانخ، ننقي نص من الكريب نفرد فيها السبانخ اللي احنا عاملينها، مش عايزين كتير عشان ما تنفجرش في وشنا. سبانخ بالمشروم، هنبشر جبنه رومي تاني عليها، وهنبشر جبنه بارميجان برضو عليها. الجبنه البارميجان طبعا الفرق بينها وبين الجبنه الرومي ان الجبنه البارميجان يعني انا بيعجبني طعمها اكتر، بس هي دلع شويه، فانا عشان ندي انفجار شويه في السبانخ فعشان كده بنحط الجبنه الرومي. الانفجار ده اللي هو، طب الاول بس اقول لكم الكريب وبعدين احكي لكم على الانفجار ده. الانفجار ده يعني لما تاكل الكريب عليه جبنه رومي تعمل كده. الكريب ده استوى اسرع. بعد ما بنخلص هنقفل الكريب كده، وبرده هنبشر عليه جبنه تاني من فوق، وكده يبقى خلصنا الكريب اللي بالسبانخ. لسه هوريكم ازاي هنقدمه. الكريب الحلو برده خلص، لما نرجع هوريكم ازاي بنعمل الموز اللي هنحطه جوه الكريب ده.